هذه وعلى كل حال أجور عظيمة يتلقاها الإنسان في وظيفته وفي ميدان عمله وفي المكان الذي يتحرك فيه، أجور عظيمة. ويرجع من هناك إذا كان راجع ليل ولا كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات كالا من عمل يده، رجع تعبان ونام كذا، من بات كالا من عمل يده يقول صلى الله عليه وسلم بات مغفورا له، ينطرح على فراشه وتنطرح عنه الذنوب جميعا، ينطرح على فراشه ويغسل من ذنوبه، من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. ويدخل البيت ويسلم، يدخل البيت ويسلم ويباسط أهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم خيركم لأهله، يضحك ويباسطهم ويمزح معهم. وذيك الفقيرة هذه طابخة ونافخة وقت الظهيرة، وتنازع خالد وتضرب راشد وتسكت حميد وتغسل ثياب وكذا. في اليوم اللي كنت تداوم فيه كانت هذه مداومة فيه في أعمال شاقة، وفي الأخير تطبخ لك أكل زينة كذا وتجيب أحلك عند الغداء، قول تسلم الأيادي، يعني شوية كلمة كذا من النوع اللي أنت تعرفه، قول تسلم اليدين. صحيح أنك يمكن تحصل فلفل زايد شوية ملح زايد، لكن بلعها يعني، لما؟ لأن هي قد تكون هناك أشياء اضطرتها إلى هذا، وقل ما شاء الله، ما هذا الطبخ ذاك منزل من الجنة ولا كيف؟ يعني قلنا هالكلام أعلمك يعني عشان تعرف كيف، يعني عشان العشاء يتضبط أكثر. أيوة خلك أستاذ في هذا يعني. هذا المزوجين خاصة الشاحنات تلزم اليمين. وتأتي هذا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وشوف أنا بقول لك حاجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شوفها اللي يعني الملاطفة بالأزواج وكذا، هذه من هديه صلى الله عليه وسلم، من سنته ومن سمته. كان يقول صلى الله عليه وسلم ووضعك الطعام في امرأتك صدقة، وش يعني؟ يعني يضع الطعام في فمها أجر صدقة، ووضعك الطعام في فم يعني امرأتك صدقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم تشرب السيدة عائشة اللبن، يقول شربي فتشرب، ثم يأخذ من حيث شربته، من حيث شربته ويشرب. هذا فيه ما فيه من تسرية وتسلية وتطرية وحسن معاملة، وهذا الخلق الكريم في البيت. في البيت كان عمر الخطاب يقول احنا لما نكون خارج البيت عيننا الطش، هاي معنى الكلام يعني، معنى كلام عمر يعني عيننا الطش شرار وتلقانا حازمين وكذا، لكن في البيت لا، يختلف الوضع. في البيت نكون دميثين ولينين، حتى ان واحد جاي مرة نازعتها حرمته وجاي يشتكي عند عمر منها، فأول ما اقترب بيت عمر حصل حرمة عمر تشحيش حاي، فسمع العلوم والأخبار ذي لآخر يعني نفس. ثم الرجال الخلف دور ما نتكلم، التفت انتبه عمر جاي يخرج كذا، ولقى الرجال خارج من عند بيته، قال يا فلان تعال، قال لبيك يا أمير المؤمنين، قال تفضل كأنك جاي عندي ايش خاطر، قال لا ماشي خلاص، قال لا ما تش عندك، قال أبدا ماشي، قال اللي خبرني ايش معك، قال ما شيء ابدا. يعني معنى انه قال قال ما خطبك مالك، قال الحقيقه يا امير المؤمنين جاي اشتكي لك من حرمه طويله اللسان علي، ويوم جيت تحصلتك انت ما شاء الله يعني مبتلى البلية اللي انا واقع فيها واشد، فقلت يعني من يعين الثاني احسن لي انا اروح اصبر على جنون اللي عندي انا. قال يا هذا هذه التي تطبخ لي طعامي وتغسل ثوبي وتقوم على راحتي، أفأبخل عليها بصوت ترفع علي؟ هي ايش تقدر اكثر من تتكلم، تكلم خلها تاخذ راحتها. وبعدين بعطيك قاعده، هي تحب تتكلم خلها تتكلم وتتنازع، ولا تقول حتى كلمه اعتذار، من تخلص كنا خلاص انتهت المشكله. بعض الرجال يقاطع صبري شويه، صبري يقول صبري ما فهمش، لا تفهمها، خلها تشكي وتتكلم وتتنازع وتعصب، عند اخر كلمه تقولها تكون رضت، بس تقول خلاص مع السلامه، تقول له مع السلامه وتكون هي خلاص كذا قاعده. لكن الرجال طبيعته لازم يبرر يقول لازم يدافع عن نفسه ويقول اسمعي يا بنت الحلال، اصل المشكله كذا، بغيت تتكلم قاطعها، بيقول اصبر خلني اتكلم اول شيء، لا انت سمعيني قبل، وبتشبضوا بينهم وفي الاخير
ما يبات في الشارع. لا انت اسمع خلها تقول اللي تقوله وانت اسمع. هذا قاعدة عرف كيف يعني التعامل. واللي خاض تجارب هذه يعني وبعدين يقول لك هذه الحرمة ما تنفع البرح سدور غيرها. المشكلة ما فيها لأن غيرها نفسها فيه. هم كلهم نسيج واحد لكن المشكلة انت ما عرف كيف التعامل. أيوة اسمع.